طيب الله أوقاتكم مشاهدي برنامج مرابطون سبور، أينما كنتم أينما حللتم، هذه تحياتي حمود عمر وحلقة جديدة نبدأها بجديد الساحة الرياضية على مستوى بطولة الدوري الوطني وكذلك جديد المنتخب الوطني الأول، تحديدا نظرا إلى عديد اللقاءات الودية المنتظرة. الشق الثاني من برنامج مرابطون سبور نخصصه لكرة اليد الموريتانية وأيضا للبطولة التي ستنطلق بعد أيام قليلة خاصة بعصبة منطقة نواكشوط، ستنطلق هي الأخرى بعد أيام قليلة، وسنسلط الضوء كما أسلفت على الوضع العام لكرة اليد الموريتانية التي عرفت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة وسرعان ما عادت إلى مربع البداية وإلى نقطة الانطلاق نظرا إلى عديد المشاكل التي ما زالت موجودة داخل كيان هذه الرياضة التي عرفت النور في السنوات الأخيرة. نبدأ ببطولة الدوري الوطني، والبرتغالي أفسن وذبو يعود إلى صدارة البطولة بعد الفوز على العميد الإقصر بهدف يتيم جاء عن طريق ضربة جزاء. التقرير التالي يسلط الضوء على هذه المباراة تحديدا التي انتهت يوم أمس في ملعب شيخة بيتية. هي آخر مباريات الجولة 23 من الدوري الموريتاني لكرة القدم، لقاء الإقصار ونواديبو لا يقبل القسمة على إثنين في المواجهة تأتي في ظرف مهم لكلا الفريقين، خاصة رجال المدرب موريل الساعين لاستعادة ريادة الترتيب وسط حيرة عبد الله محمود رباني الإقصار الباحث عن فوزه الأول على بعد ثلاث جولات من نهاية الدوري. هجمات مع بداية اللقاء للمتذيل لم تشكل خطرا كبيرا على مرمى كوياتي، فيما رد حميي بانطلاقة قوية نحو مرمى الإقصار وجدت الحارس في المكان المناسب. الكرات الثابتة للبرتغالي كادت أن تسفر عن هدف التقدم لولا راية الحكم المساعد التي رفضت الهدف الأول لحامل اللقب. في الجانب الآخر حاول الإقصار أن يخرج من الشوط الأول متقدما غير أن دفاعات البرتغالي أبعدت الخطر. لقاء العميد وحامل اللقب مساء الاثنين بملعب شيخة انتهى شوطه الأول بهجمة خطيرة للبرتغالي لم يفلح حميي في إسكانه الشباك بعد أن تعاطفت العارضة مع المتذيل. الجزء الثاني من المباراة ارتفع فيه المسوب الهجومي لإفسي بعد أن اقترب أكثر من مرمى الإقصار الذي لم يتحمل دفاعه المد الهجومي للبرتغالي ووقع في المحظور. ضربة جزاء بعد عرقلة تجدي انبرى لها الهداف بيجيلي لاعب المنتخب الموريتاني والذي لم يتردد في إسكانها شباك فريقه السابق في الدقيقة 50 من عمر المباراة. بعدها ضيع ياسين الشيخ الولي فرصة تعزيز التقدم وعلى نفس المنوال سار حمي الطنجي. الإقصار حاول تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الثاني في أكثر مناسبة غير أن هجومه لم يكن بتلك النجاعة الكافية. هو الفوز الثاني لأفس نواديبو على الإقصار هذا الموسم، استعاد من خلاله البرتغالي صدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده لخمسين نقطة بفارق نقطتين عن تفرخ زينة، فيما بقي الإقصار متذيلا للترتيب بثمان نقاط في موسم هو الأسوأ لعميد الأندية الموريتانية. إذن أفسن وذبو يعود إلى صدارة بطولة الدوري مجددا على بعد ثلاث جولات وإسدال الستار وبشكل نهائي على بطولة الدوري الوطني بفارق نقطة أو نقطتين. المتصدر أفسن وذبو أقرب الملاحقين له نادي تفرق زينة، ثالث ترتيب الكونكورد، الرابع عن الكدية. بالإمكان القول إن بطولة الدوري الوطني محصورة بين أربعة أندية، أو نسخة هذا العام محصورة بين أربعة أندية: أفسن وذبو، تفرق زينة، كونكورد، الكدية. هذا الرباعي بالإمكان القول إن بطولة الدوري الوطني أو لقب هذا الموسم محصور بين هذه الأندية الأربع. آخر مباراة في بطولة الدوري الوطني هي أو للمتصدر أفسن وذبو، طبعا أطلب المخرج بعض من الصور. آخر مباراة للمتصدر أفسن وذبو ستكون أمام نادي تفرق زينة. طبعا تفرق زينة والأفسن وذبو آخر مباراة في بطولة الدوري الوطني، ربما هذه المباراة هي من تحدد ملامح بطل بطولة الدوري الوطني. إذن أفسن وذبو فاز يوم أمس على العميد الإقصر بهدف يتيم جاء عن طريق ضربة جزاء سجلها المهاجم بيجيلي سالم الإقصر. لكن السؤال المطروح الآن وبإلحاح في الأوساط الرياضية الموريتانية: الإقصر، العميد الإقصر، هذا النادي الذي تأسس عام 79
لم يسبق له أن هبط إلى القسم الثاني من بطولة الدوري الوطني. ربما النادي المحظوظ أو النادي الذي استفاد من وباء كورونا. لو هنالك أي نادي على مستوى هذه البسيطة استفاد من كورونا لقلنا العميد الكسر، نظرا إلى القرارات التي عقبت التوقف الذي توقفت بطولة الدوري الوطني لمدة 5 أشهر بعد استئناف بطولة الدوري الوطني. صدرت بعض حزمة قرارات من بينها أنه لن يهبط أي نادي إلى القسم الثاني لبطولة الدوري الوطني للقسم الثاني درجة ثانية، ولولا ذلك لشاهدنا العميد الكسر في القسم الثاني بطولة الدوري الوطني. الكسر لعب 23 مباراة، خسر كل المباريات، لم يخسر كل المباريات، خسر 14 مباراة، تعادل في 8 مباريات، لكنه لم يفز في أي مباراة منذ انطلاقة بطولة الدوري الوطني هذا الموسم. هذا السيناريو لم يحدث قط طيلة تاريخ العميد الكسر. إذن الكسر عانى الأمرين هذا الموسم، لكسر التتويجات، لكسر الألقاب، لكسر العراقة، لكسر العميد، لكسر كل شيء يظهر هذه السنة بنسخة سيئة جدا. هذه النسخة من العميد لكسر بالإمكان القول إنها أسوأ نسخة للعميد لكسر منذ أن تأسس عام 79 إلى يومنا هذا. بعض من المصادر الإخبارية لبرنامج بطولة سبور تقول إن رجل أعمال محمد البوعماتو سيتولى دعم العميد لكسر في النسخة المصارمة. دائما نلح بإلحاح في برنامج بطولة سبور ضرورة دخول رجال أعمال والمؤسسات التجارية إلى بطولة الدوري الوطني، نظرا إلى أن البعض يرى بأن ركيزة كرة القدم الموريتانية هي المنتخب. العكس، الركيزة الأساسية لكرة القدم وبشكل عام هي البطولة. البطولة هي المغذى الرئيسي للمنتخبات الوطنية، سواء منتخب الشباب أو المحلي أو المنتخب الأول. كذلك مدن الداخل، روسو هي المغذى الرئيسي لبطولة الدوري الوطني. نعم، أقول روسو، مدينة روسو والتي ملعبها يعاني الآن بدون أي عشب، ملعب ترابي متهالك، هي من تغذي بطولة الدوري الوطني. لا يوجد نادي واحد في بطولة الدوري الوطني إلا وينشط فيه لاعب أو لاعبين قادمين من مدينة روسو. إذن الأساس دائما هو بطولة الدوري الوطني. من يريد منتخبا متكاملا يراهن عليه مستقبلا، سواء في بطولة الكان أو في تصفيات كأس العالم أو حتى في أي بطولة أخرى، عليه أن يركز على بطولة الدوري الوطني نظرا إلى أنها هي الأساس. هنا نعود إلى رجال الأعمال والخبر أن رجل أعمال محمد البوعماتو قد، نعم، إمكانية، مجرد قد يتولى دعم العميد لكسر في نسخة البطولة الموسم القادم. نتمنى أن يكون هذا الخبر صحيح 100%، ونتمنى أن نشاهد رجال أعمال في بطولة الدوري الوطني، وأن نشاهد المؤسسات التجارية داخل بطولة الدوري الوطني. لا ننسى فترة التسعينات حين كانت تتواجد سونالك، سونادير، موريتل، عديد المؤسسات دخلت إلى بطولة الدوري الوطني. هنا كانت قيمة بطولة الدوري الوطني. من يشاهد بطولة الدوري الوطني في فترة التسعينات ويشاهدها في الفترة الراهنة، هنالك مسافة 1000 ميل ما بين النسختين، أفضل بكثير بطولة الدوري الوطني في فترة التسعينات من البطولة الحالية. لذلك نتمنى دخول رجال الأعمال على الخط والمؤسسات التجارية على الخط، ودون أن ننسى بأن الوزارة الوصية في واد وبطولة الدوري الوطني في واد، غير معنية إطلاقا عن فرق بطولة الدوري الوطني. هذا يعني واضح من خلال الدعم الموجه إلى هذه الأندية. لا يوجد هنالك أي دعم موجه من الوزارة اتجاه بطولة الدوري الوطني الخاصة ب 14 نادي في بطولة الدوري الوطني. لكن السؤال مطروح بأنه هذه السنة لن يهبط أي نادي للقسم الثاني من بطولة الدوري الوطني. طيب، سيصعد ناديان، ستصبح الحمولة بدل 14 نادي 16 نادي. في الموسم المقبل سيهبط 4 أندية إلى القسم الثاني بطولة الدوري الوطني. إذا لم يكن رجال الأعمال داخل بطولة الدوري الوطني والمؤسسات التجارية داخل بطولة الدوري الوطني والرعاة موجودين داخل بطولة الدوري الوطني، لن تقوم أي قائمة لكرة القدم الوطنية وبشكل عام، نظرا لأن البطولة هي الأساس. إذا نتحول من بطولة الدوري الوطني، هذا العام لم يهبط أي نادي إلى القسم الثاني بطولة الدوري الوطني، بينما سيصعد ناديين قادمين من درجة ثانية. لا ننسى أيضا بأن نادي الجيش الوطني هو الآخر، يعاني في درجة ثانية، هبط من القسم الأول إلى القسم الثاني بطولة الدوري الوطني. لا ننسى أيضا بأن الحرس الوطني هو الآخر، هذه السنة يعيش أسوأ مواسمه، أسوأ موسم للحرس الوطني هذه السنة. لا ننسى أيضا بأن الأندية العسكرية، نعم، حين أقول الأندية العسكرية، هذه أندية مدعومة من طرف الدولة. الكسر، عفوا، الحرس الوطني، الجيش، الشرطة، بينما الشرطة يعيش أفضل لحظاته هذه السنة. هذه الأندية ليست ككيهيدي أو ساحل أو تريرزا، هذه أندية مدعومة وأندية لها تاريخ. حين نتحدث عن الحرس الوطني نتحدث عن نادي
مر منه عديد الأسماء وعلى رأسهم مالحة. نتحدث عن نادي توج بعديد ألقاب بطولة الدوري الوطني، نتحدث عن نادي توج بعديد ألقاب كأس رئيس الجمهورية، حين نتحدث عن الشرطة الوطنية نفس السيناريو، حين نتحدث عن الجيش. هذه الأندية تعاني الآن في السنوات الأخيرة، ما عدا نادي الشرطة يعيش أفضل فتراته، بل إنه يحاول إعادة تاريخه ومكانته في بطولة الدوري الوطني من خلال هذا الموسم، بينما الجيش والحرس الوطني يعانيان يعانيان يعانيان. الجميع ينتظر عودة نادي الجيش إلى مكانته الطبيعية، الجميع ينتظر عودة الحرس الوطني إلى مكانته الطبيعية. المكانة الحالية للحرس الوطني لا يعني، المتابع لبطولة الدوري الوطني يدرك جيدا بأن نادي الحرس الوطني لم يسبق له أن صارع في منطقة القاع مع الأندية التي تتذيل الترتيب. كذلك من يتابع بطولة الدوري الوطني لا يمكن أن يتوقع بأن نادي الجيش الوطني هذا النادي الكبير هبط إلى القسم الثاني من بطولة الدوري الوطني. أندية عسكرية تعاني في بطولة الدوري الوطني، لا أقول ليس موجه لها الدعم، نعم لديها دعم، لديها دعم خاص بهذه الأندية موجه قادم من المؤسسة العسكرية إلى هذه الأندية، لكن هذه الأندية لنكن واقعيين تعاني، لا تقوم بانتدابات جيدة، لا تتعاقد مع مدربين كبار، لا تتعاقد مع لاعبين كبار قادرين على إخراج هذه الأندية من المربع الذين يقبعون فيه في الظرفية الراهنة. نتمنى عودة طبعا هذه الأندية نظرا إلى حين يعود الجيش إلى مكانته والحرس إلى مكانته والشرطة الوطنية إلى مكانته والعميد الكسر إلى مكانته. هذه أندية لها تاريخ طويل في بطولة الدوري الوطني، ومن العار على الأندية العسكرية أن تكون في أن تصارع في منطقة القاع مع أندية التي تتذيل الترتيب. إذن هذه جولة سريعة فقط على بطولة الدوري الوطني في الظرفية الراهنة. نتحول مباشرة إلى جديد أخبار المنتخب الوطني والمباراة المرتقبة ضد استراليا هنا في ملعب شيخ أبيدية بعد 10 أيام من الآن في ملعب شيخ أبيدية. لاعبو المنتخب الوطني بدأوا في التوافد. أطلب من المخرج بعض من اللقطات، دائما ما أذكر المخرج بأن ضرورة الصورة مهمة جدا حين نتحدث عن أي سواء تحدثنا عن بطولة الدوري الوطني أو عن المنتخب الوطني. طبعا عناصر تشكيلة المنتخب الوطني بدأت في التوافد للعاصمة نواكشوط، بكارن جاي موجود في العاصمة نواكشوط. المخرج نطلب صور المنتخب الوطني. طبعا دائما ما نعاني في البرامج الرياضية بأن المخرج دائما ليست لديه ثقافة رياضية أكثر لكي يتابعك في كل صغيرة وكبيرة. طبعا بكارن جاي في العاصمة نواكشوط، مولاي خليل بستان في العاصمة نواكشوط، ألاسان جوب في العاصمة نواكشوط. عناصر تشكيلة المنتخب الوطني بدأت في التوافد للعاصمة نواكشوط من أجل مواجهة سيراليون في ملعب شيخ أبيدية بعد 10 أيام من الآن. بعد ذلك طبعا مباراة ودية تدخل في إطار أيام الفيفا الودية. بعد ذلك بأربعة أيام تحديدا سيحمل المنتخب حقائبه متوجها إلى السنغال لمواجهة المنتخب السنغالي، وعلى رأس القائمة صيدو ماني. مباراة ودية، المباراة ضد استراليون بإمكاننا نقول بأنها ودية لكن تحضيرية لمواجهة المنتخب السنغال على أرضه وأمام جماهيره. في المباراة المنتظرة أمام المنتخب السنغالي هنالك في السنغال، هذه المباراة لن تكون سهلة، ستحدد ما مدى قوة المنتخب الوطني في الظرفية الراهنة بعد التوقف الذي دام لمدة 5 شهور بسبب وباء كورونا. أيضا تشكيلة هذا الفرنسي كورنتان مارتينز في المباراة المرتقبة ضد السيراليون وضد منتخب السنغال ستشهد أسماء جديدة داخل تشكيلة المنتخب الوطني الأول. على أي حال نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المرابطون في المباراة القادمة ضد السيراليون هنا في ملعب شيخ أبيدية، والمباراة كذلك ضد المنتخب السنغالي على أرضه وأمام جماهيري بعد انتهاء مباراة السيراليون بأربعة أيام. إذن بالإمكان نقول بأن 15 يوم القادمة تشهد مباريات ودية قوية جدا للمنتخب الوطني المرابطون. تحضير دائما لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية. لا ننسى أيضا بأن المنتخب الوطني الآن في المركز الأول في مجموعته مع المنتخب المغربي بنفس النقاط، لذلك نتمنى أن يكون على رأس هذه المجموعة في قادم تصفيات بطولة الأمم الإفريقية. إذن مشاهدي برنامج ونابطون سبور، هذا هو كل جديد متعلق بالساحة الرياضية الوطنية سواء تعلق الأمر ببطولة الدوري الوطني أو بالمنتخب الوطني الأول. نتحول الآن إلى كرة اليد الموريتانية، هذه الرياضة التي عرفت النور في السنوات الأخيرة وبدأت تقدم نتائج إيجابية في السنوات الأخيرة، وشاركت في عديد البطولات سواء على مستوى العاصمة نواكشوط وكذلك على مستوى على المستوى أيضا الدولي، حين شاركت في البطولة المنظمة في
المنظمة في مراكش آنذاك، كانت أول مشاركة لهذا المنتخب، كان منتخب الناشئين. طبعا هناك بعض المشاركات الأخرى في السنغال، في غامبيا، في مالي، لكن هذه الرياضة منذ سنتين تعصف بها بعض المشاكل التي تعاني منها هذه الرياضة، وتراجعت دون أن ننسى بأنها أيضا كانت هناك بطولة منظمة في موريتانيا لأول مرة تنظمها هذه الرياضة، شاركت فيها بعض المنتخبات الإفريقية هنا في العاصمة نواكشوط منذ عامين. اليوم اختفت رياضة كرة اليد لتعود إلى الواجهة عن طريق عصبة منطقة نواكشوط من خلال بطولة تشارك فيها 6 فرق ستنطلق في الأسابيع القليلة القادمة. استضيف لكم طبعا أحمد فالبابانا، طبعا مدرب كرة يد ومدير فني سابق أعتقد، وتعرف كرة اليد حق المعرفة. لهي نوفا وضارك ماذا اللي ينقاله العربية وندخله في الحسانية. مرحبا بك. مرحبا وخيرت. وخيرت بك. السلام عليكم. مرحبا بك بابانا. تكلمنا أولا عن عصبة منطقة نواكشوط لا يتعدى البطولة، ستشهد مشاركة 6 فرق. أنتم لا نساون الرياضة كرة اليد لها سنتين أعتقد، والله سنة ونص. سنتين طبعا. سنتين ما في ولا نشاط. نعم. ولا نشاط رياض. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناة المرابطون للاستضافة اللي عدلونا، وخاصة الكلام عن كرة اليد وتحضير هذه البطولة المنطقة 2 اللي نقول لك منطقة نواكشوط. منطقة نواكشوط اللي جات في وقته مشاكل، نظرا لمشاكل الاتحادية الموريتانية كرة اليد المعلقة إلى الآن، مشكلة تعني الوزارة، تسأل عنها الوزارة. حنين لين وقفك هون سابق تتكلم لي عن عصبة منطقة نواكشوط وهذه البطولة اللي فيها 6 فرق. أنا نبغي نفهم هون شيء. والله المشاهد يبقى تفضل يفهم. تفضلوا المشاهد يبقى يفهم. انتم عندكم مشاكل داخل كرة اليد، نقرأها مشاكل، اعضاء بينهم مشاكل، رئيس بينهم مشاكل، المتضرر ما هو انت ولا هو اعضاء المكتب ولا هو رئيس اتحاديه كرة اليد، المتضرر منهم المتضرر هذه الاسماء وهذه الوجوه الشابه وهذو اللاعبين اللي لهم سنتين قاعدين في جاره لهم يكسروا أصبعهم، ما هم واحد يمشي سوى هو شنو. بالتالي الوزارة هي المعنية اللي تحل المشكلة. الوزارة تخرصكم كيف كي لذي الرياضة ما تعنيه. الوزارة ايش قالت لكم؟ ايش قالت لهم؟ أنا فني فايدة ايش قالت لهم؟ ايش عندك من معلومات عنها؟ لماذا أولا لماذا مشكلة الاتحادية ما تنحل مرة واحدة وتوفق؟ هذا السؤال. يا تعدلوا تطلصوا للخلق تخلوه أنتريني ضمن البطولات ضمن الفرق سواء على مستوى النساء، انتم عندكم منتخبات على مستوى النساء، عندكم منتخبات على مستوى الناشئين، عندكم منتخبات على مستوى الكبار، عندكم ملعب اندارت لو تابي ما قد كان عندكم ملعب في تابي كنتوا تلعبوا تعرفوا في المبديات، نعود واقعيين. ذي الوزاره لماذا تخلي ذي الرياضه واقفه لها سنتين؟ شوف هذه موريتانيا ما انتم هذا منتخب، هذه الرياضه تعني شباب شارك فيها كامل. شوف لين نعطيك مدن الداخل وحنينا نعطوك كل بلاصه اللي مشارك فيها واقف الواقف. شوف نعطيك توضيحات. انا لي سنه قايب عن الرياضه ورجوعي عن طريق عصبه منطقه نواكشوط، اياك تستفاد من الخبره اللي عندي. سمعت ودارك انا تحت تصرفه، هذا راجع منعكس لي اللاعبين كي تقد، وحتى الولايات الأصاب عندنا 6 أصاب اللي مستوى الوطن النعمة وكيفة وفي كلهم فيها أشخاص متحملين المسؤولية وعندهم اتصال دائم ومتأثرين من اللي يحتاجوا تكوين ويحتاجوا تحضير ويحتاجوا ياسر من الأمور اللي يالت الاتحادية وقفت معها. يعني اللي له سنتين الاتحادية عنده مشاكل، المكتب عنده مشاكل مع الرئيس به ما فهم أي برنامج معدل من أجل هذه الرياضة، لا بدأ أدهم برنامج واضح. لهذا عنده مشاكل داخلية بين المكتب ورئيس الاتحادية. زين. وذي المشكلة الوزارة المعنية فات سندتها المدير العام
السابق للرياضه ولا قد يسوي المشكله وسندوها اخيرا للمستشار ولا قد تم هذا لان المكتب يطالب بتجديد هذا المكتب بالانتخابات هذا بما متعلق بالاتحاديه وفيه ميل كان مطالبه بتجديد المكتب كان عندهم قاع حق فيه عندهم لكن الوزاره هي اللي عندهم بعض الحق به للماده 17 و23 من التنظيم الداخلي لهم يحق لهم أن 3 من المكتب أن يطالب أن يطلبوا أن يتغير المكتب يتغير المكتب كامل حتى هما فيه المكتب يخلقوا انتخابات يا غير قاعد هذا قبل النظر عن أنا هون نتكلم لهون شوي عن الوزارة الوزارة أنا ما عندي بها اسمع نعرف أن الوزير هو المعني بهذه الرواية الوزير ماله ما يحل ماله ما يحل اطرح لي السؤال انت معالي الوزير عنين. ما لي اطرح لك انا السؤال تقيسه واطرح لي السؤال شفت نحن طالبين من هذا المنبر حنين طالبين جميع الخيرين وجميع الفائدين وجميع انهم يحلوا مشكلة كرة اليد ايوا شو نزيدك انا بالرواية عن الوزير يا قاعد اللي تمشينا عن الموضوع لا نرجع الموضوع لا شوف الموضوع شوف اللي نحن يعطينا انت جاي هنا. شوف انت جاي ياك تتحدث عن عصبه منطقه الماكشوط اللي من البرنامج اللي برنامج هو من اضمن بطوله لكره اليد تجرني انت شو الاتحادي فيها ست فرق مالك فهمتني انت مدرب ومدير فني سابق وتعرف كره اليد ولك فيها قريب من 20 سنه وانت في كره اليد معناها على انها جزء منك حلو ايوا زيد شفت الوزير كيف قلت انت والله الوزاره أنا الوزارة فطرحت السؤال فطرحته للوزير. أيوه. أنتم لماذا ما تحلوا مشكلة رياضة كرة اليد؟ هذا اللي له سنتين، والله أيوه. سنة زايدة. والله. راعي دارك اللي له سنتين رياضة كرة اليد ما زالت واقفة. ما زالت واقفة. الرئيس ينترهك، الأعضاء ينترهك، الوزارة تنترهك، الضحية منه؟ الضحية؟ قولوا لي الضحية ماله المنتخبات. منتخبات. منتخبات، موريتانيا ما كانت تشارك في المغرب. وكانت تشارك في تونس وكانت تشارك في مالي وكانت تشارك في سينيغال وكانت تشارك في غامبي وكانت تحتضن حنيني كانت تحتضن بطوله فيها 10 فرق احتضنتها موريتانيا لهذه الكره لهذه الرياضه ايوه فرمشت عين مشاكل خلقهم بين اعضاء والله رئيس يروح ضحيه هذه الرياضه بلد كامل بضحيتها لا تقول لي عن نارك للرئيس قد يحل المشكله للاعضاء قد يحلوا المشكله للوزاره لا يعنيها لا هو نبقي نفهمه هذا بعد سؤال انا طرحه لمعالي الوزير نبقي نعرف لماذا مشكله رياضه كره اليد الموريتانيه لماذا ما تنحل شوف الوزاره لا تخرص بعض عيني تخرص مشكله بيه لا تحت ايديها هي ما تخرص يعني واللجنه الاولمبيه رئيسها ومسؤولينها مقامضين عين اللجنه الاولمبيه نفس الشيء نفس الشيء مقامضين عين وحالين عين هذا تاثر منه ها كيف كره اليد اللي مستوى الوطني اذا مرحله انا نبقي نفهم انا نبقي نفهم انا نبقيكم تستوعبوا انتم كمسؤولين والله كناشطين في الرياضات عن اي اتحاديه مهما كانت ما هي ملك الشخص ولا هي ملك لكم انتم الاعضاء انتم مجرد واجهه اداريه لهذه الرياضه الضحيه من الشباب اللي في المدن الداخل اليوم له سنتين قاعد في تجاره له لا يانتريني لا يشارك في اي بطوله لا شيء اسوء هو شنو على الرياضه هي هوايته لا فيه شوف في ماده اشتغال ماده اشتغال يا غير بدون اي وصيه بدون اتحاديه بالاتحاديه عندها مشكلتها في نوادي وفيه عصب لمستوى الولايه منهم النعمه ايوه اسمع رئيسها عبد القادر ومنهم كيفه رئيسها سيدي والمكي فهمت هذا يحاولوا قدر وفيه ترارزه روسو فيه ناصر هاي يحاولوا يعملوا دائما يتصلوا بينا يدوروا حتى انا شور عملي يتصلوا بيا يدوروا نعطيهم افكار ونعطيهم الطريقه اللي قد يشتغل به لنا بدايه هذا العصب ونصبوا عن طريق الوزاره عن كلهم عن طريق مندوب الوزاره اللي مستوى الولايه وكيف انهم بداوا تلاقوا يشتغلوا ويحاولوا التكوين خلقت هاي مشكله وقفوا هما عندهم علاقه بالاتحاديه والاتحاديه ما هي خارجه الرئيس ما حل مشكله مع مكتبه والمكتب اعضاء المكتب مصرين اللي مصرين اللي فهمت مصرين ما انا لا بداري اودهم حل الوزاره دخلت وذا كامل لا تقول الوزاره دخلت دخلت قبل ما شات لا تقول دخلت هي الوزاره لها سنتين دخلت لا ورياضه واضحه حنين يا غير لا تكايس الوزاره ما تكايس فرريك من تتكايس انا لا نقول والله قول اللي عندك الوزاره سندت هذا الملف
سمعت المدير العام للرياضة السابق ونين ما له مشى جاب واحد اعطاه فعلي الرئيس عاطفين الى الرئيس لاسباب الله اعلم المكتب حد يحاول معنا القرار التقرير التالي اللي يعدل ونستند لهم هذا كانت اياها اعضاء المكتب ورئيس المكتب يتحروا ردة فعل الوزارة كالعادة اذا فهمت لها نفس الدوامة معنى اللي متاخر حنين متاخر يا غير نمرقوا عن هذا ذو الاسر وذو النوادي وذو النوادي وذو المنتخبات وذو المنتخبات هذا شنو هذا تاثيره اللي الوطن كامل تاثيره اللي به نحن الاتحاديه المكتب السابق لحقها مرحله ايوه فهمت ذا المكتب الحالي ما عدل ولا دوره تكوينيه ولا دوره تكوينيه هذه حقيقه ولا دوره تكوينيه ما اضطر أي ما شيء ما هو شيء يقول هو ايضا عنكم ما خليتوه قاعد يشتغل من ما يقول عن اعضاء المكتب ما خلوه يشتغل لا هو لا بدا تدهم مشكله شفت حاني متدرج بالايام عريان هو لا بدا يدهمات يا ذيك حقائق حد وقف عليهم دوري اجبار وحد لا يسمع اذا ما هو مهم فهمتوا خارج حقائق نين يوقف عليهم حد مكتب ما يقدم الرئيس يا من قول له الاسباب رئيس لا بدا يعود عنده الرئيس لا بد له عنده برنامج واضح فهمتوا ولا بد له من يتعاطى مع افراد ما كتبوا الرئيس يعود بلا اتصال وهام ويقبل استقلاليه له هو الانفراد هذه ما هي شركه ولا هي خصوصيه هذا مكتب ويعطي الامور ياخذ للمكتب كامل بما يخص الاتحاد الموريتاني لكره اليد سمعت ولا 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 في خصخصه ولا يعطي حد يخص براسه ولا تعدل الضغوطات للناس ايوه هاي درك الجماعه لها سنتين عن تانترين نو تانترين با نوادي مي انترينو انترينو منين تقول لكم سنتين وقوف ما شاركوا في اي شيء لا بصفه رسميه ما شاركوا الجماعه ما تشاركت في شيء سوى سنتين لا مسؤوله عنه المكتب الاتحاديه اللي درك ما هو خارجه درك الاتحاديه ما هي خارجه فهمتوا ما في مكتب لا تكلم حد وقال لك ما هي خارجه ولا جات كورسبوندانس والله رساله كتبت اتحاديه ما هي خارجه به الاعضاء المكتب متمسكين علي سحب الثقه فهمتوا حجب الثقه عن الرئيس وهذه المشكله يالته تنحل الوزاره يالته تحل تعرف تنصف هذا اعضاء المكتب والله انت هون, هون هون نفهم كلامك على الوزاره لا ما يحل المشكله لا ما اتخرى صوته خلاص بما يخص الاتحاديه به الانشطه درك بدو هي وزاره هي وزاره هي وزاره يتبع لها قريب من 42 اتحاديه 42 اتحاديه فيها 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 تقريبا 35 اتحاديه لا في الكراتيب لا كراجل رافد اتحاديته ماشي مقوطر بها بكرتابلو عندنا من ينشط انا نعود واقعيه عندنا الينشط على ارض الواقع كره السله كره اليد كرة القدم فم رياضة ومشكلتك انك فم الكيك بوكسينغ فم الكاراتيه فم الكاراتيه فم التايكواندو التايكواندو يشتغلوا هذه رياضات موجودة على أرض الواقع وذيك عندها شيء تقدمه هذه 35 اتحادية أخرى اللي الوزارة تدعمها سنويا مخليتيها ماشية رافدينها الرجال في كراتيب لهم من قد تحلي مشكلة اتحادية تشارك في البطولات وتنظم البطولات لها سنتين واقفة ما يحرك فيش ده السؤال أنا ما موجه لك أنت أنا موجه للوزير مباشرة موجه للوزارة جاوبنا على هذا السؤال ورانا فتنا طلبنا من الوزير عنا نستضافه وطالبين منه لعاد ما هو قابل يجينا يجاوبنا على هذا السؤال لماذا ما تحل مشكلة كرة اليد الموريتانية رياضة متعطلة لها سنتين واقفة لا تحضير لا انترينما لا مشاركة سواء على مستوى مدن الداخل رام مشبكين سواعدهم في العاصمة مشبكين سواعدهم هذه الرياضة شاركت فيها بطولات المغرب تونس غامبيا مالي سنغال مدن الداخل عندها عصب منتخباتها ناشئين شباب منتخب أول استضافت بطولهم لأول مرة في موريتان جاوها 10 دول شاركوهم فيها في موريتان ونظمتها موريتان لماذا معالي الوزير ما تحل مشكلة رياضة كرة اليد العاد الحق للرئيس قد يرفد عنه ضد. يرفد عنه لعاد الأعضاء يرفد عنهم إلى عاد ماشي جماعة قاعة كاملة ريحنا منه المهم من الرياضة المهم من ذي الرياضة ترجع تمشي, تمشي. لين أرجع لك لين أرجع لك لين أرجع لك طبعا أيوة جبرته يلا جبروا منفذ رياضتكم جبرت منفذ دارك عن طريق عصبة منطقة نواكشو شنو البطولة فهمها اسمعني فهم ملاكبة اللي جاي بتكلم عنها هي اتصلوا بي بما أني متخصص في كرة اليد
يعرفون الاتحادية عندها مشاكل فهمتوا، وقالوا عندهم برنامج ليعدلوه من أجل ما تموت هذه الرياضة. قلت لهم لأنهم فاصلين فيها وانا مادة المساعدة يسوى قال لي ناميبيا وموزامبيك يعني ولا حرية وطني جيد ولا حرية الوطن ماد كتبوا وذلك أنا تحت تصرف أصبت منطقة نواكشو عندهم برنامج للفرق، عندهم 6 فرق تحت لواء الأصبة يتعدل لهم بطولة وله تحاول عندها برنامج آخر شاوروني فيه. قلت لهم على المياه كي يستفادوا منه حتى 6 الأصاب اللي في الولايات الخمسة على مستوى مدن الداخل وعلى نعمة وكيفة ولاق وكيهيدي وروسو والساتة اللي هي منطقة نواكشوط، ها هما الأصاب الرسمية اللي كلهم عنده وثيقة رسمية منصب بطريقة رسمية اللي مستوى الوطن، عندهم برنامج ليستفادوا من الدورات التكوينية. هذا شغلة الاتحادية، بما أن الاتحادية في ذي الوضعية ما تتعدل للعمل به المهم مدى من الجابرة. رئيس ما هو مجابر مع أمين عامو ولا هو مجابر مع مسؤول المالية ولا هو مجابر مع الفنيين ولا هو مجابر مع أحد، هذا ما يقدر يتماشي بالحال ولا يقدر يتموا الناس مقمضين إلي العينين بالذي ينعكس إلي اللاعبين وإلي مستوى هاي الرياضة اللي خالط وتعرف طريقة للوطن ككل للوطن. معناها لحقت مرحلة واستفادت قدت تحصل لي نجيلة عدد من الملايين، ما كنا نتوقع ان نقدر نحصل ولكن عندكم نجيلة ولا كانت الاتحاد حتى الاتحاد الدولي كيش لا يحجب الصوت وعم تمثل اللي له سنة وثمان اشهر هو يعرف ان الاتحادية في هذا المأزق فهمتوا الداخل فيه. الوزارة مشات نفذت وعدل التقرير رجع خاصها تباضي عنها قاعدة الناس كاملة اللي ما فيها فيها تقلعها كاملة والله تنصف ليالت ينصفوا حد يقير نعرف أنا على المكتب التنفيذي ما هو ظالم الرئيس، هذا أنا متأكد منه ما هو ظالم الرئيس ظالم مارك الوزارة والله الرئيس نو. الرئيس هو أنا نبقي نعرفه الرئيس لابد أن يعود عنده علاقة بمكتب لابد أن يعود عنده علاقة لابد أن يعود عنده اتصال بهم به الرئيس هو اللي يالتو يصلح ذا كامل فهمتوا؟ إني تقود فما تيها عائق معناه أن لا فما رواية ما هي معقولة مدلها السنة وثمنتشر والله سنتين هو ما عنده مي نشاط اللي الكلام والمشاكل والديقات المكتب فيما بين وهذا المكتب ما تصالح لكرة اليد الموريتانية فصل الحق ما هو صالح له حد يحلو فهمتوا؟ ويعدل له رواية ما يذيك يخلي الفني يتأثروا من ذلك. أنا شخصياً تأثرت من ذلك. ما تجاور سيدربو؟ لا ما أنا ما هذه اللعبة نحن مسؤولين عنها أمام الله فهمتوا؟ وخبراء الآن ده ما أنا مخالقين ينحسبوا في ليدي لا فات العقد إيه معناه إنه ما فات العقد وخالقين واحدين تخيل ما فاتوا فهموا هذه الرواية فهمتوا؟ معناه إن الوزارة واللجنة الأولمبية يالطم يقبضوا بعين الاعتبار ويستدعوا المكتب قاع كامل يستدعوا يسمعوا منه يعرفوا اللي عنده الحق واللي ما عنده الحق اللي عنده الحق لا عاد الرئيس عنده الحق يرفضوا عنه الظل خلوه قد يشتغل فهمتوا؟ وانا ماني قاينهم عايق والله انا بعد شخصيا ما فهم عايق على انه يحيل على المكتب أو يشتغل ما دام زي احترام هو زين فهم نقطة فهم نقطة ذا المكتب اللي متنافر وبداي كامل والأمين العام هوك وصاحب المالية هوك والأعضاء كلهم كارد طريق والرئيس كارد طريق والوزارة كارد طريق هي الأخرى هوك واللجنة الأولمبية كارد طريق طبعا الضحية اللي هو لا رياض كرة اليد والمنتخبات. طيب لنفترض أنتم ذو الأعضاء في حالة الرئيس ومد يديه للصلح والله الأعضاء مدوا أيديهم للصلح ثم ما فيكم حد يقول لراسه من أجل باط هذه الرياضة للصالح هي شتية مدة مطاحنة حنيني مطاحنة ما على حساب مطاحنة ما على حساب هو كل مشاكل عنده الحق حنيني ما على حساب الاتحادية الحساب هذا بيجي له سنتين ما على حساب الاتحادية على حساب الاتحادية والضرر الضرر لنا حنيني الفني هو اثنين متضايقين ما أنا اللي يقول لك تو هاي لا أفصال بيننا هي الوزارة الوصية قبلت الوزارة الوصية كيش ضايقتكم قاعد حتى حانيني بهلها جلست معاه هو وجلست معاه وقعدتهم قعدت الرئيس مع الجماعة وعدلوا التقرير النهائي وذا عادلوا شهرة
لو كم تقريبا؟ ثلاث اشهر ولا اربع اشهر فهمتوا. وسابق اذا قط وسابق لا نفس الدوامه. من درى ما يعدتكم كم مره انها توفي الروايه؟ هما الوزاره ما يعدتكم كم مره انها تقوي المشكله؟ ميعادات مالهم هما هو تم ولا لا الميعادات دركات يعني اني نفوت لحقت مرحله لان التقرير النهائي صدر وانا طالب وزاره معناها نرك لا الرئيس ولا الاعضاء ها منكم منهم فرع عدل شيء باطل به اللي درك عاد المستوى الوزاره فهمتوا ويلو سنتين على مستوى الوزاره رايك موقوف؟ لا لا ما كانت قابلته بعين الاعتبار يقيني قابلته لماذا كان حنيني لماذا تقول لي حنيني لماذا تقول لي انت مدير فني سابق وتعرف كره اليد وتعرف الرياضه بشكل عام لماذا تقول لي ما كانت قابلته بعين الاعتبار وهي حنيني انت الوزاره هي المسؤول الاول عن الرياضات معناه انك لا تقول لي ما يقابله هذا بعين الاعتبار ما في ما يقابله هذا فرض عليك الوزاره اني ما تسند المشكل شخص من الوزاره معناه انه ما فات قابلته بعين الاعتبار هي سندته ما قابلته بعين الاعتبار رياضه خاصه بها لا اسمعني سندته الاشخاص ولا بده يسووا جاي فهمتوا شوف انا وقت مهم. انا مزاولي للدقائق ندخلوا في برنامج مزاولي للدقائق واكشوط لان كي قلت لك لان عندهم بطوله ست نوادي هون المستوى العاصمه اللي تعدل لهم بطوله اللي يعدل لهم دورات تكوينيه وليستفادوا الولايات اللي ذكرت لك اللي اللي كلهم فيها عصبة رسمية يتمشون بدعوة يجون بلاعبين لا نواسم الحالي ندرسوا كأننا جبر طريقة فنيين يمشوا اللي هي عدلوا لهم دورات تكوينية جيد اللي محتاجين دورات تكوينية جيد داخلية فهمتوا هذا اللي يتعدلوا نحاولوا من اللي ماشيين ضرق ندرسوا هذه الرواية وعاد توافي واضح وإن شاء الله اللي تنطلق البطولة عن قريب لمستوى إن شاء الله العاصمة بشراف عصبة تنوافي برئاسة محمد والأحمد إن شاء الله لأنه قاع ما كان صايب هذا غير بتحديد النوادي والكاريه تحفيزيا كنت نقول انها بطولة تحفيزيا إياك علينا بين وراجين إعادة الروح راجين علينا الاتحادية الوزارة تحل هذه المشكلة الاتحاديه وزاره الصمان نقول لك انا عن كل شيء شغلتكم انتم وشغلت لا نحن وصلنا رساله حتى اللجنه الاولمبيه لا تم لا مقمضة عين وفاتحه عين يحلوا مشكله الاتحاديه الموريتانيه لكره اليد ولين يحلوا مولي مشكلتكم انتم يحلوا مشكله الشارع ها الرياضات لا يتكاتلوا نحن لا الحمد لله لا 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 ما عندنا هذه بسيطه مشكله كره اليد واضحه اليد واضحه وشارع فيها المشاكل لا كره اليد مشكلتها واضحه وبسيطه صح أيوة الوزاره اني تلفت لي نتمنى التوفيق ونتمنى على الوزاره تنظر بعين شكرا لك طبعا على قبول الدعوه كنت دائما حاضر معنا في برنامج رمضان سبور طيلة السنوات الثماني الماضية شكرا لك شكرا لك, شكرا لك. إذن مشاهدي برامج رمضان سبور نتمنى من الوزارة المعنية عنها تحل مشكلة رياضة كرة اليد لأنها متضرر منها عدد كبير من الأندية في مدن الداخل متضرر منها منتخبات وطنية ناشئين شباب منتخب أول هذا له سنتين قاعد يخرص على مشكل داخل اتحادية كرة اليد اتحادية كرة اليد ما يتابع لا الأعضاء ولا أي شخص آخر لأن يخلقوا فيها مشاكل المعني الأول والمسؤول الأول هم أول مكتب وبعد ذلك يأتي دور الوزارة الوزارة دورها جاء له سنتين وما زالت تفتح عين وتغمض أخرى حالها كحال اللجنة الأولمبية هذه تحياتي حمود عمر ألقاكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة إن شاء الله من برنامج رمضان سبورت في أمان الله